بشار مدير مالي بأحد بالقطاع الخاص خليها. نعم نعم. هوايات المطالعة وقراءة الشعر. قراءة الشعر. تمام. يعني مو تكتب شعر. لا مو أكتب شعر. إذن سمعنا من قراءاتك الشعرية. يعني مثلا نقول مثلا يعني هو أكثر شيء الأبوذية هسه إذا يعني ما أعرف عليه الشاعر مثلا سمير صبيح. يقول له روح أكمث روحي بهاون. تدور على الفرح قاعة بهاون صرت مثل قهوة تدق بهاون والنار عين لها علي. الله الله تحية للأخ بشار.